إذن بعد ما خلينا مجموعة أهداف أو مجموعة ركائز للفلسفة اللي مبنية عليها قوادات التصميم، ندخل الآن في صلب الموضوع، أو ندخل في واحد من هذه القوادات اللي هو الـ ACI 318 صادر سنة 2014، وراح نشوف من نقرأ الفقرات مالته راح نتذكر كثير من المفاهيم اللي ذكرناها بالمحاضرة السابقة والمحاضرات اللي قبلها. إذن شابتر 18 هو الشابتر الخاص بالإيرثكويك، وإحنا سابقا سوينا فد استعراض سريع للفصول، كل فصل العقل استعراض سريع لهذا الفصل وشون يتضمن مجموعة من الفقرات، وأيضا يتضمن الأهم من كل شيء هو وصف للأنظمة الإنشائية اللي راح تقاوم الزلازل. إذا نبدي نقرأ بالسكوب مع الأول فقرة ونحاول نزوم حتى يكون واضح لكم. Then scope: this chapter shall apply to the design of non-pre-stressed and pre-stressed concrete structures assigned to seismic design categories. إذا قبل ما نطب للفصل هذا احنا لازم عندنا SDC، راح نقول اختصارا SDC seismic design category، نعرف احنا البناية مالتنا في المنطقة مالتنا راح تنفذ على التربة اللي في هذه المنطقة، هي شو تمثل يا SDC B through F including where applicable. A structural systems designated as part of the seismic force resisting system. أول شيء A هو المنظومة الإنشائية اللي راح تمثل المنظومة اللي تقاوم الزلازل. إذن المنشأ من الآن راح نشوف أكو نوعين من الممبرز بهذا المنشأ. ممبرز هي واجبها ضمن التصميم مالتنا راح تقاوم الزلازل، وممبرز أخرى هي أصلا ما موضوعة لمقاومة الزلازل، يعني مثلا التغليف أو الجدران أو القواطع إلى آخره. Including diaphragms, moment frames, structural walls and foundations. B. Members not designated as part of the seismic force resisting system but required to support other loads while undergoing deformations associated with earthquake effects. إذن هذه الممبرز الأخرى هي راح تشتغل بعد ما تفشل الممبرز الأصلية أو الممبرز اللي هي تقاوم الزلازل. قلنا يمكن من أوضح أمثلتها والجدران القاطعة القواطع اللي ما تشيل لود بالشكل الطبيعي ولكنها راح تكون مؤثرة في مقاومة الزلازل كما ذكرنا في محاضرات سابقة. 18.1.2 Structures designed according to the provisions of this chapter are intended to resist earthquake motions through ductile and elastic response of selected members. وهذا اللي احنا ذكرناه سابقا كمبدأ من مبادئ فلسفة التصميم، انه احنا رح نقاوم الزلازل عن طريق الانيلاستيك ريسبونس او انيلاستيك ديفورميشنز اللي بين قوسين سميناها البلاستيك هنجز. فهنا شلون راح نعززها، شلون راح نقبل وجودها في اماكن ونمنع وجودها في اماكن، كله راح يبين بالتفاصيل الموجوده في هذا الكود. اذا هذه الفقره الاولى، طبعا الكومنتري مال الفقره اكيد راح يرجع يعرف الاس دي سي شلون نلقاها، الكودات الاخرى اللي لازم موازيه لهذا الكود او تجي قبل هذا الكود مثل الاي اس سي اي 7 او مثل الانترناشونال بيلدينج كود اف اي ام اي اتسترا، هذه هي كلها ممكن تعزز او ممكن حقا تفيدنا في اكتشاف النوع الاس دي سي او الفئز، يعني فئه الزلزاليه مثل ما بالعربي بالكود العراقي. زين نرجع الى جنرال، الان وصلنا الى 18.2 اللي هو جنرال. جنرال بمجموعه فقرات هي اختيار السيستم، بعدين اختيار طريقه التحليل، اختيار الابعاد الى اخره، هذه اشياء عامه المصمم يجب أن يحددها قبل ما يدخل بتفاصيل التصميم. فالفقرة الأولى هي متعلقة بالسيستمز 18.2.1 Structural Systems. 18.2.1.1 All structures shall be assigned to a SDC in accordance with 4461. إذن أنا سأول هايبرلينك يجينا اللي هو ارتباط أو كروس ريفرنس بشابتر 4، شابتر 4 اللي هو خاص بأعتقد بالسيستمز، سنشوف نتأكد. وهنا دي رجعنا يقول لازم ترجعون إلى 4461، نرجع إلى 4461 هذه
خلي أيضا نشوف نتأكد أنه هذا فعلا في فصل السيستمز chapter 4. chapter 4 هو عنوان الرئيسي structural systems. أوكي إذا صحيح إحنا في structural systems والكود يريدنا نروح إلى 4461. قريبا فقرة خلينا نروح على بهذا الشكل نتصفح. اوكي 4461 هذه هي فقرة عنوانها Seismic Force Resisting System. اذا في اختيار السيستمز اللي هو تشابتر 4 المخصص لهذا موجود الان الكود راح يقدم منه قبل تشابتر 18 يتكلم عن السيستم. 4461 عفوا Every structure shall be assigned to a seismic design category in accordance with the general building code. هاي هنا خلينا نتوقف. إذا الـ SDC من يحدد general building code. إذا الـ building code اللي هو معتمد مثلا في البلد المعين. مثل في أمريكا مثلا هنا الـ ISCE أو الـ International Building Code. أو في أي مكان آخر هو أي كود يستعمل فلهذا هذا الكود هو اللي راح يكون الرفرنس الاساسي يعني اللي عندهم الصلاحيات مثلا للتصميم او لتحديد المواصفات. يعني راح نشوف تكمله الفقره or as determined by the authority having jurisdiction in areas without a legally adopted building code. اذا اكو اماكن ليس هناك مثلا ماكو building code في هذه الاماكن فراح يكون اذا من الحق الناس اللي عندهم الصلاحيه او السلطه انه يحددون الى يا كود يرجعون. الخلاصه ان هذه الفقره اهميتها هي تحديد الـ SDC قبل ما نجي الى تشابتر 18 لانه قلنا ما نقدر نستفيد من تشابتر 18 بدون الـ SDC وراح نشوف هسه ب عفوا تفصيل الفقرات الاخرى. 4462 Structural systems designated as part of the seismic force system, force resisting system shall be restricted to those systems designated by the general building code or as determined by the authority having jurisdiction in area without a legally adopted building code. هسا الفرق عن ذيك الفقره ذيك every structure shall be assigned to SDC الى اخره. الان يجي بعد اكثر تحديد راح يكون انه الستركشر راح نختاره ان يقاوم الزلازل. الان اللي هو راح يقاوم الزلازل هو ايضا راح شلون نحسب له SDC مثل ما نشوف بالكومنتري لازم نروح الى General Building Code. وأنا ذاكر مثلا مثال من الأمثلة الـ ASCE SEI 7. طبعا بالمناسبة الـ SEI يمكن أشرت له في المحاضرات السابقة أنه هو Structural Engineering Institute هو منظمة يعني جزء من الـ ASCE متخصصة في عمل هذه الكودات. أوكي راح يستمر بهذه الفقرات واللي نشوف هذه 4463 Structural systems assigned to seismic design category A shall satisfy the applicable requirements of this code. إذن إذا SD طبعا إحنا SDC إن شاء الله ما ناسيها إن A و B و C و D و E و F وسابقا عرضنا في التابل اللي هو يقارن بين يعني هذه والكودات السابقة من كان التصنيف على أساس زونز بالنسبة للمناطق الزلزالية وبعضها تصنف على أساس low risk seismic zone وبعضها moderate risk وبعضها high risk. فإذا كانت A راح تتصمم على الكود هذا يعني مو هي خارج هذا الكود ولكن شوف الجملة الثانية Structures assigned to SDCA are not required to be designed in accordance with Chapter 18. لكن كل ما هنالك احنا اذا طلع الـ SDCA احنا ما نروح الـ Chapter 18 انما نصمم بالشكل الطبيعي. يعني حتى لو عندنا Earthquake Load اللي هي يعني تاخذ بالكومبينيشن الرمز E احنا راح نخلي هذا اللود كلود افقي بس ماكو اي تعليق الان من الكود على نوع السيستم او الديتيلينج الخاص بالزلازل او غيره انما نصمم بشكل تقليدي مثل ما اي بنايه عليها لود ديد لود لايف لود اي لود ويند لود الى اخره. زين 4464 structural systems assigned to SDC B C D E F اذا من لو اللي هو البي الى السي اللي هو المودريت
الى الدي والاي والاف اللي هي الهاي ريسك زون كلهم شال ساتسفاي ذا ريكوايرمنتس اوف شابتر 80. دول كلهم يكونوا يفوتون بشابتر 80 in addition to applicable requirements of other chapters of this code. So راح نشوف هناك بشابتر 18. هذا لا يعني انه احنا راح نعوف الشابترز البقيه وبس شابتر 18. الجواب لا، راح ايضا نستوفي كل الشابترز البقيه. وخليني الان احكيها انه احنا السيناريو اللي راح يصير انه احنا راح نصمم البنايه على اللودز الاخرى الاعتياديه ومن ضمنها الزلازل طبعا، ومن ثم من راح نخلص راح نجي نسوي سبيشال ثينجز مع خطوات معينه راح نسويها، فبعضها راح تعيد التصميم، بعضها راح تعيد التحليل، وبعضها راح تكون مجرد ديتيلينج نربط هيجي السبيسينج هيجي ناخذه ماكسيمم مينيمم الى اخره. هذا راح نشوفه في الفقرات القادمه في تشابتر 18. اوكي 4465 انا اعتقد بعدنا. نعم اللي structural members assume not to be part of the seismic force اللي هي مثل ما قلنا الجدران وغيرها مو جزء منه، راح انها تجي تنطبق عليها هذه الفقرات 44651 44652 44653 اللي هي in structures assigned to seismic S, D, C, B, C, D, E or F the effects of those structural members on the response of the system shall be considered and accommodated in the structural design. كنا انه لازم ندخل تاثيرها هذه حتى لو هي مو بجزء من المنظومه تتحمل اللود بالشكل الطبيعي. الفقره اللي بعدها in structures assigned to S, D, C, B, C, D, E, F or F the consequences of damage to those structural members shall be considered. فشلون راح يصير بها دامج بعد ما الممبرز الرئيسيه بدات تتاثر بالزلازل او تفشل بسبب الزلازل. 44653 in structures assigned to S, D, C, D, E, F صنعنا وخرنا البي والسي، معنا قاعد نحكي عن high risk seismic zone. Structural members not considered part of the seismic force resisting system shall meet the applicable requirements in chapter 18. إذن هذه الممبرز حتى اللي مو جزء من اكو requirements خاصة لها راح تجي الى هذا النوع من الستركتشرز، او مثل ما سنشوف الكود راح يصنف حتى الفريمز الى اوردينري فريم، انترميديت فريم، وسبيشال مومنت فريم. اوكي هذه اخر واحده. افكت اوف نون ستركتشرال ممبرز شال بي اكاونتد فور از ديسكرايبد ان 18221 اند كونسيكونسز اوف دامج تو نون ستركتشرال ممبرز شال بي كونسيدرد. اذا هذه رجعنا اعتقد على الفقره الجايه من عندها اللي هي 18221 او قبلها، لا قبلها هسه، اذا راح نجي هاي بعد شويه اللي هي لها علاقه باختيار الابعاد وباختيار طرق التحليل، هسه راح نجي عليها. اوكي اذا احنا هسه وصلنا الى هذه الفقره بالكود اللي هي خاصه ب الجنرال وخاصه باختيار السيستم. هذه اول وحده اللي احنا فتنا بها الان اللي ودتنا على فقره اخرى 4 في chapter 4 خاصه بالشابتر الخاص بالسيستمز. اوكي 18212 all members shall satisfy chapters 1 to 17 and 19 to 26 يعني كل الفصول ما عدا 18. طبعا احنا نجي chapter 18 احنا لازم مصممين البنايه مالتنا مثل ما قلت السيناريو قبل شويه، احنا مكملين التصميم بالشابترز العاديه، والان جينا الى chapter 18 حتى نشوف شنو special provisions for seismic design. Structures assigned to SDC B, C, D, E or F also shall satisfy 18213 through 18217. إذن بالإضافة للفصول اللي احنا تقدمت هذه كلها ما عدا 18، السنجي لازم نستوفي الشروط هذه من 3 إلى 7 راح يجي يتكلم بها as applicable كل واحدة حسب موضوع تطبيقها. عفوا where chapter 18 conflicts with other chapters of this code chapter 18 shall govern. هاي شوية هاي جملة مهمة، يعني قد راح نلقى نفس الموضوع موجود في chapters أخرى، راح نلقى spacing between stirrups بكلام في شلون نحسب الشير strength ومربوط بالشابتر مال التلميم مثلا، ونجي نلقى هنا spacing آخر. طبعا chapter 18 هو اللي يحكم أكيد، لأنه هو يبغى التعديل على ما موجود في الفصول الأخرى أو بعض ما موجود في الفصول الأخرى.
Okay, 18213 structures assigned to SDCB shall satisfy 18.2.2. هسه رح نبدي اذا حسب ال SDC. اول فقره 18213 هذه انه اذا كان عندنا SDCB لازم هذه تخضع الى 18.2.2. خلينا نروح نشوف 18.2.2 شنو. (18.2.2) هذه اللي خاضعة أو تتكلم عن طرق التحليل وطرق اختيار الأبعاد بالنسبة للممبرز. إذن إذا كان SDCB فهو يجب أن يستوفي هذه الفقرة 18.2.2. راح نجي هسه نقراها بعد شوية. خلينا نروح إلى الفقرة اللي بعدها اللي هي 18.2.1.4. أيضا نزوم حتى تكون واضحة لكم. Structures assigned to SDCC shall satisfy 18.2.2 and 18.2.3. هسه يبدأ كل ما نزداد ال level of seismic risk، خلينا نقول خطر الزلزالي، كل ما راح نجي الكود يضيف فقرات أخرى. السي لازم يستوفي 18.2.2 تنضاف له واحدة ثانية أكيد أكثر بعد أكثر. 18.2.1.5 structures assigned to SDC D, E or F shall satisfy 18.2.2 through 18.2.8. يعني أنا أسموه بس 18.2.2 18.2.3 مثل ما مر سابقا، إنما 4 و 6 و 7 و 8 وبعد وياها أيضا 18.12 through 18.14. طبعا هذا الاس دي سي دي واي واف احنا قلنا هذا هاي سايزميك ريسك، هاي ريسك زون، فهذه اكيد هي اللي راح تصير سبيشال مومنت فريم وراح يصير بها اكثر التعقيدات والتفصيل، واللي طبعا ما راح يكون اكو وقت ان ندخل بها. راح نختصر الكلام اذا على البي والسي او على الاوردينري والانترميديت فريم مثل ما راح نشوف هسه. زين خلينا نشوف باقي الشروط. 18216 Structural systems designated as part of the seismic force resisting system shall be restricted to those designated by the General Building Code or determined by other authority having jurisdiction in areas without a legally adopted building code. هاي ذكرناها قبل شوية وبيناها انه لازم ال SDC نعرفها من كود قانوني او معتمد قانونا في المكان اللي قاعد نصمم به. Except for SDCA for which chapter 18 does not apply. وخرنا اي، احنا اصلا قلنا اي ما نطبق بشابتر 18. A through H shall be satisfied for each structural system designated as part of the seismic force resisting system in addition to 18213 through 18215. اذا ذني هسه وخرنا اي وبقينا البي والسي والدي والاي والاف هاي الاس دي سي، ووخرنا الممبرز اللي هي مو بارت اوف ذا سيزميك فورس ريزيستنج سيستم، وخدنا بس البارت، وذني راح ينضاف الى الشروط السابقه اللي هي من اي الى اتش. راح نشوف اياها تقريبا، راح تحدد لنا نوع السيستم اللي نستعمله وفي اي اماكن. اي اوردينري مومنت فريمز شال ساتيسفاي 18.3. إذا اكو فتشي الان بالكود اول سيستم اسمه اوردينري مومنت فريم، هذا في الفقره 18.3 تفاصيله. عفوا. اوردينري رينفورس كونكريت ستراكشرال وولز نيد نوت ساتيسفاي اي ديتيلينج بروفيجنز ان شابتر 18 انليس ريكوايرد باي 18213 اور 18214. مثل ما قلت انا راح اخلي حدود للكلام في هذه المحاضره، وهي انه راح اتكلم عن الفريمز بس، ما راح نفوت لعب الوول ولا نفوت بالبريكاست ولا نفوت بالبريستريس ولا نفوت ايضا بالفاونديشن. راح نتكلم فقط عن المومنت ريزيستنج فريم. اغلب ابنيتنا هي عباره عن كونكريت فريمز وعن السوبر ستراكشر حتى نقدر الحقيقه نغطي هذا الـ يعني الكلام حول هذه التطبيقات. سي انترميديت مومنت فريم شو ساتيسفاي 18.4. اذا 18.4 موجود النوع الاخر اللي هو الانترميديت. D intermediate precast walls shall إلى آخره، هذا قلنا ما راح ندخل به. E هذا المهم special moment frame shall satisfy 18.2.3 إلى أحد 18.8. F special moment frames constructed using precast concrete، إذا هذا على precast concrete إذا ما راح ندخل به. Special structural walls
ايضا هذا راح نستثنيه. سبيشال سكتور وولز الى اخره بالبريكاست، هذا هماتي. اذا يكون فقرات، اذا كل هذا من اي لاج؟ عفوا، يتحدث عن منظومات انشائيه مختلفه وين اماكن الوصف مالتها. يعني الان من يعني يمكن احنا شفنا بالتيبل الخاص بالكود العراقي او التيبل الخاص بالكود الامريكي اللي يحسب لنا السايزميك لود، شفنا انه اكو اختيار النظام الانشائي. مثلا نقول منشآت خرسانية، هياكل خرسانية خاصة مثلا، او هياكل خرسانية اعتيادية او متوسطة، او بالكود الامريكي سبيشال مومنت فريم، اوردينري مومنت فريم. الان احنا بالضبط شنو معناها وتعريفها راح يكون موجود في هذه الفقرات اللي الان قرأناها، طبعا بالارقام اللي مذكور. 18217 array for structural system not satisfying this chapter shall be permitted if it is demonstrated by experimental evidence and analysis that the proposed system will have strength and toughness equal to or exceeding those provided by a comparable reinforced concrete structure satisfying this chapter. حيفوت فقرة مهمة الحقيقة، اللي يريد يصمم وبطريقة أخرى مثلا، أو يختار فد منظومة بمواصفات أخرى، فهذا الكود يقول له مسموح. يعني احنا راح نعطيك هذه الأنظمة الإنشائية وشكلها والديتيلز مالتها، ولكن تقدر تروح تختار أي نظام، لكن عليك أن تثبت ان هذا يعطيك سيفتي على الاقل يشبه السيفتي اللي احنا قاعد نطيب هذا النظام اللي قاعد نقترحه بهذا. شوفوا will have strength and toughness equal to or exceeding. خليني يعني هنا انا هذه اوضح لكم اياها، خليني اشرها. will have strength and toughness، اكو قوه لهذا المنظومه الانشائيه اللي انت ماخذها، اما equal مثل اللي احنا قاعد يعني in this chapter موجودة بهذا الفصل، او exceeding او اقوى بعد احسن اذا اقوى. اوكي، هذه اذا فقرة تحدد ممكن انه نذهب الى منظومات اخرى اذا عندنا طرق لاثبات قوتها انه هي افضل من اللي موجودة في هذا الشابتر. اوكي، وصلنا اذا الى الفقرة 18 اعتقد 2-2، نعم، اللي الان احنا 18-2 لا ننسى الستركتشر مالت الكود مال هذا الفصل اللي هو الجنرال. حكينا عن السيستمز ستركتشرال سيستمز مال اللي تقاوم الزلازل، وتقريبا هاي مثل كلها هيدلاينز كانت توزعنا وتودينا الى فقرات يجب انه احنا نفوت بها حتى نصمم الفريم مالتنا. هسه لازلنا في الجنرال نحكي عن طرق التحليل analysis and proportioning of structural members. لن ننسى 18-2-2 هي تنطبق على كل الأنواع من الـ SDC ما عدا A. لن ننسى هنا A مستثنى من Chapter 18. إذن يعني B فما فوق، حتى من نروح 18-2-3 راح يصير لا C فما فوق، وهكذا مثل ما ذكرنا. أوكي، 18-2-2-1 the interaction of all structural and non-structural members that affect the linear and non-linear response of the structure to earthquake motions shall be considered in this in the analysis. إذا التداخل ما بين structural و non-structural members لازم نأخذه بعين الاعتبار، هذا ذكرنا في طرق التحليل. 18-2-2 rigid members assumed not to be a part of the seismic force resisting system shall be permitted provided their effect on the response of the system is considered in the structural design. الآن الممبرز اللي هي راح تكون rigid لكن هي مو جزء من المنظومة اللي تقاوم الزلازل، أيضا ممكن أن نأخذها بعين الاعتبار في التحليل. شوفوا كل الآن هذه مواصفات لطرق التحليل اللي نستعملها، ويمكن تشوفون الكلام عام يعني قتلها وحصل عند التباس. يقول إحنا صار لنا هذه المحاضرات اللي يعني صرنا رقم 8 يمكن وصلنا بيها، احنا قاعد نتكلم عن طريقه الاي ال اف equivalent lateral force، وهي طريقه ستاتيك وراح نطبقها ببرامج الكمبيوتر الى اخره. نعم الكلام الان اعم من الاي ال اف، احنا قاعد نتكلم عن طرق التحليل اللي ممكن تكون اخرى راح يعني تستخدم برامج الكمبيوتر او غيرها. فالكود الان يعني ينطي شروط حتى يروح على هذه الطرق
لازم اكو شروط عامة يلتزم بها. Consequences of failure of structural and non-structural members that are not a part of the seismic force resisting system shall be considered. كان ذكرناها قبل شوية في chapter 4. 18.2.2.3 Structural members extending below the base. هنا فهمت يعني سؤال يتكرر كثيرا وهو احنا قاعد نتكلم عن سوبر ستراكشر، يعني قاعد نتكلم عن ستراكشر اللي هو فوق الارض. دائما الكلام يدور عن السوبر ستراكشر والسب ستراكشر، انه الحد الفاصل. الحد الفاصل خلينا نقول هو ببساطه الجراوند ليفل. زين، هذا يعني انه الممبرز او ستراكشرز، ستراكشر يعني ممبرز هي تحت البيس او بالسب ستراكشر، تتصمم او ما تتصمم او ما لها علاقه بالزلازل. فهذه الفقره يمكن تجاوب على هذا التساؤل، فتتكلم عن البيلو ذا بيس او ستراكشر that are required to transmit forces resulting from earthquake effects to the foundation shall comply with the requirements of chapter 18 that are consistent with a seismic force resisting system above the base of structure. صح chapter 18 هو بيتكلم عن above the base of structure، ولكن كل الممبرز اللي تحت البيس واللي تنقل للفاونديشن الاحمال واثار الزلازل تتصمم مثل اللي فوق البيس. إذن هذا راح كأنه تكرار لكل ما يقال، لأن السوبر ستراكشر هو ينطبق على السب ستراكشر. نستمر في الآن الفقرات الأخرى، نصل إلى 18.2.3 anchoring to concrete اللي هو نستعمل عندما نستعمل anchor bolts في الكونكريت. إذن هسه احنا كنا للتذكير 18.2.2، إذن هذه هي فقط ل SDCB. الآن آسف قصدي SDCB هي فقط 18.2.2، البقية بعد ما لها علاقة بالفقرات هذه ضمن الأناليسز وضمن التعليمات العامة خلينا نقول. ونبدي هسه الآن سي فما فوق راح يطلب من عندنا الكود أن نروح نحقق 17.2.3. احنا ما راح نتكلم عن الأنكرينج تو كونكريت ضمن السكوب مالتنا. نجي الى ال 18.2.4، هسه احنا خلي ايضا نرجع هاي 18.2.3، اذا هي خاصه بالسي. اذا 18.2.4 فما فوق راح يصير فقط للهاي ريسك سايزميك زون اللي هي الدي والاي والاف، مثل ما الكود وجهنا في بدايه هذا الشابتر. اذا 18.2.4 18.2.4.1 strength reduction factors shall be in accordance with chapter 21. الآن الكود يتكلم عن ال reduction factor اللي هي reduction factors طبعا اللي هو phi اللي موجودة للفلكتشر والشير والتورشن إلى آخره. طبعا هي في chapter 21، فيطلب من عندنا الآن أن نذهب نكررنا، وهذا موجود في أو هذا مطلوب الحقيقة للدي والإي والأف. زين، ها chapter 21 اللي هو خاص بالstrength reduction factor، بس هو عام الآن يتكلم عن كل أنواع خلينا نقول الstresses اللي تصير والforces اللي تصير بالstructure. خلينا نشوف الكود ليش جابنا لهنا، أكيد أكو شيء له علاقة بالزلازل أو مقاومة الزلازل. 21.2.4 هي الفقرة تتكلم عن الـ Seismic Design Reduction Factor 21.2.4. الآن For structures that rely on elements in A, B or C to resist earthquake effects E, the value of F for shear shall be modified in accordance with 21.2.4.1 through 21.2.4.3. إذا أول شيء يقول الآن عندنا الـ A والـ B والـ C، هو هذا اللي ينطبق عليه هذه الفقرة. شنو هذين الـ A والـ B والـ C؟ Special Moment Frames و Special Structural Walls و Intermediate Precast إلى آخره. طبعا احنا هسا نستثني الشيء اللي طلعناه من السكوب مال المحاضرات مالتنا. إذا احنا أي يهمنا الآن؟ اللي هي الـ Special Moment Frame اللي احنا نستعملها من يكون عندنا SDC D و E و F.
إذا هذه السبيشال مومنت فريم في المناطق اللي بيها خطر عالي للزلازل، فاي اللي نستعملها وللشير فقط يجب أن نعدلها، نستخدم غيرها ليس المعتادة. طبعا المعتادة هي 0.75 في الفاي، لازم نروح إلى الفقرات 21241 through 21243. إذا هذا أكد لنا الكلام اللي قلناه سابقا، أنه إحنا ليش جينا لهنا؟ أنا جينا بالفقرة 18.24، يأكد لنا أنه 18.24 هي مطلوبة فقط للـ SDCD و E و F اللي هي تمثل هاي ريسك سايزميك زون. زين خلينا نشوف شنو التعديل، خلينا ندخل بالتفصيل. ثلاث فقرات اكو التعديل 21241 for any member designed to resist E5 for shear shall be 0.6. إذا راح تنزل من 0.75 إلى 0.6. هسا خليني اف، يا اكو اف اكيد وراها يعني اشتراطات، خلينا نقول شو كانت تنطبق هذه، لكن خليني اتذكر الكلام اللي ذكرته سابقا اللي هو شلون ننطي سيفتي للشير. بعد هالصفحه هنا هذه موجوده، واحنا قلنا شو نريد؟ تشوز فلكتشرال بلاستيك هنجز اور فلكتشرال فيلير اند افويد شير فيلير. اذا لازم نزود السيفتي لمقاومه الشير، وهذا ظاهر بشكل واضح في انه فاي راح ننزلها من 0.75 الى 0.6، نحتاط اكثر. بس شو وقت هذا؟ If the nominal shear strength of the member is less than the shear corresponding to the development of the nominal moment strength of the member. هذا نحتاجه عندما يكون مقاومة الشير النومينال بدون factor of safety هي أقل من الشير اللي يجي ويا مقاومة المومنت النومينال أيضا without factor of safety. The nominal moment strength shall be calculated considering the most critical factor axial loads and including E. طبعاً وهذا شو كنت راح يصير؟ راح يصير بنحسب الفورسز اللي هي تيجي بتأثير وضع E. خلينا نشوف الكوتشي يعلق بالكومنتري على هاي الفقرة. This provision address shear controlled members such as low rise walls مثل الجدران اللي هي منخفضة. Portions of walls between openings or diaphragms for which nominal shear strength is less than the shear corresponding to development of nominal flexural strength for the pertinent loading condition. خليني أفسر هذه العبارة هنا وخلي يمكن أستخدم التأشير لتوضيح يعني سلط الضوء على الكلمات اللي موجودة في هذه الفقرة. شنو عندنا؟ عندنا الشير corresponding to development of nominal flexural strength. حنعرف انه دائما الشير والمومنت متلازمين، يعني اكثر المقاطع اكثر الممبرز دائما اكو شير دايجرام فور ومومنت دايجرام، يعني بحيث يعني اصلا يعني مرات احنا نطلع المومنت نحسب الشير اول والعكس الى اخره، اكو ترابط خلينا نقول كامل بين الاثنين. فاكو شير مطلوب ل يعني مقاومة شير مطلوبة حتى نحصل الفلكتشرال سترينث. يعني بعبارة أخرى المقطع لازم ما يفشل بالشير إلى أن نوصل إلى الألتيميت فلكتشرال سترينث. بس احنا اكو حالات هنا يبدو من هاي الفقرة تخاف، اللي كتب هاي الفقرة دا يخاف ان اكو حالات الشير اللي يجي هو دا يسوي فشل أكبر من هذا الشير، يعني فد قيمة أكبر من هذا الشير فدا يسوي فشل، بحيث الشير اللي ويكفي لمقاومة المومنت ما يتحقق، أو الفلكشرال فيلير ما يصير، إنما يسبق هذا الشير. فشنو الطريقة حتى يجي ويقاوم هذا؟ راح يجي يقلل الفاي إلى شقد 0.6. زين طبعا هو هنا هذا خال شرط الكود، هنا خال شرط لهذه الحالات. فممكن واحد اذا يعني اذا عنده في الطريقه يقدر يعرف وين هذه الموارد او تطبيق هذه، مثلا شورت كولوم شورت وول الى اخره، راح يجي يقلل هذا السترينث او الفاي، اسف يقلل الفاي الى 0.6 فيصير حتى سيفتي اكثر. وإذا عنده طريقة يقدر يعرف هذه ممكن يرجع لـ 0.75 بالنسبة للممبرز اللي هي مو شورت عادية إلى آخره. المهم
الشيء اللي احنا سردنا نركز عليه انه احنا دا نزود مقاومة الشير، صحيح هنا في اماكن معينة، لكنه نفس المبدأ اللي احنا خليناه في البداية. 21242 for diaphragms 5 for shear not shall not exceed the least value of 5. هذا للدايفرام ما راح اتكلم عنه، وايضا للبيم كولوم جوينت قد الفاي هم ما راح اتكلم عنه، يعني الحقيقه ننتظر فرصه يكون بها وقت اكبر، وقد يكون نحتاج محاضرات هي مخصصه فقط لكل هاي السيستمز والشابتر 18. اذا خليني ارجع الى شابتر 18 بعد ما الان الشابتر او الفقره الخاصه بالسبيشال مومنت فريم رجعني بها الكود، او يعني مشاني الكود الى شابتر 21 الخاص بالريدكشن فاكتور. اوكي، اذا هذا هو شابتر 18 واحنا كنا نقرا بالجنرال، كانت الفقره هي 18.2.2.4 سوري، اللي قلنا هذه حتشتغل من دي فما فوق، يعني دي واي واف. 18.2.5 concrete in special moment frames and special structural walls specified compressive strength. طبعا هنا هذني الفقرتين خليني احكي عليهم اثنيناتهم 18.2.5 و18.2.6. بالشابترز الاخرى غير هذا الشابتر احنا اكو بالجنرال مالتها احنا نجي نختار الماتيريال، انه الماتيريال شو النوع الكونكريت اللي نختاره، ايش قد نختار اف برايم سي وايش قد نختار اف واي للحديد. هنا ايضا في نفس السياق مال بقيه الفصول احنا راح نجي نختار ايضا الكونكريت ونختار الحديد اف برايم سي واف واي، بس المن هنا السبيشال مومنت فريم. وشنو المقصود سبيشال مومنت فريم؟ هو النظام الانشائي اللي ملزمين ان نستعمله من يكون عندي الاس دي سي دي واي واف، بين قوسين هاي ريسك سايزميك زون. اوكي، هذه قضيه مهمه اعتقد هنا، لان احنا كديزاينرز ما نقدر نبدي التصميم اذا ما عندنا اف برايم سي واف واي، فلازم نعرف ايش قد الاف برايم سي وايش قد الاف واي، ايش لها ليميتيشنز تختلف عن الابنيه العاديه، مو يجوز انما اكيد ما دام الكود خصص لها هذه الفقره. هسه نجي تيبل 19211 خاص بالاف برايم سي، يعني ما راح اقرا الفقره، خلي راسا اروح للتيبل ومبين بينت الشغله انه اكو تيبل 19211، هذا هو التيبل ومبين التيبل من عنوانه انه هو limits for f prime c. خلي اكبره بعد اكثر وتشوفون الان بالتيبل اللي خاص بسبيشال مومنت فريم. اذا عندنا جنرال هذا بشكل عام لكل المباني زلازل او مو زلازل، اقل f prime c نبدي بها بالتصميم نقدر ناخذها يعني legally according to this code بشكل يعني قانوني مسموح به يعني حسب الكود هي 17 ميجا باسكال، لكن لو كان سبيشال مومنت فريم ايش راح يصير؟ 21. واكو ماكسيمم اف برايم سي، يبدو غريب بالنسبه لكم لكن لللايت ويت ما لازم ناخذها اكبر من 35، خلينا احنا بالنورمال ويت ايضا هذه ضمن حدود كلامنا. اذا اكو مينيمم ماكو ماكسيمم، اذا اقل اف برايم سي ناخذها 21 ميجا باسكال، وهذه قوة اسطوانة اللي تعني قوة مكعب قدره 25 ميجا باسكال. اذا هذا حددنا. واحد قد يقول احنا بنصمم دائما، لا احنا بنصمم صحيح احنا متعودين المكعب 25 فما فوق كذا، لكن هذا في واقعنا يعني خلينا نقول يعني سوق التشييد اللي قاعد نشتغل به خلينا نقول، ولكن هو نقدر ناخذ اقل؟ الجواب نعم نقدر ناخذ اقل، لكن مو اقل من 17 حسب الكود. إذا احنا نريد نصمم، اوكي؟ نرجع إلى شابتر 18 وخلينا نشوف يا فقرة لازم نروح حتى نعرف الحديد، خلينا نشوف الحديد شنو قصته وايش قد لازم ناخذ إجهاد الخضوع للحديد. عفوا، هسه نجي احنا إلى 18.2.6، خلينا نشوف وين يودينا الكود. يقول بالنسبة للحديد تروح إلى 20.2.2، 22.2.
اوكي اكو هايبر لينك، نروح الى 2022 نرجع على افواي بالمرونه الى اخره. خلينا ندور احنا وين السايزميك او السبيشال مومنت فريم او هاي الكلمات اللي هي تدل على انه نستعمل حديد، جزء يختلف عن الاستعمالات بالنسبه للودز الاخرى العاديه. الان شنو عندنا بهذا الجدول مثل ما تشوفون؟ طبعا الحديد ومواصفاته والاي اس تي ام ما ادري ايش، هاي كلها ما ندخل بها، لكن انا اريد ماكسيمم فاليو. خليني اشر على الصفحه حتى بين لكم احنا وين قاعد نشتغل. انا هسه اذا يهمني هذا العمود ماكسيمم فاليو اوف اف واي اور اف واي تي. اف واي طبعا تعرفون الحديد الطولي، اف واي تي هو الحديد العرضي الاستيرابس او التايز الاخري. بيرميتد فور ديزاين كالكوليشنز ان ميجا باسكال، ايش قد المسموح اكبر اف واي ناخذه للحديد حسب هاي التطبيقات اللي راح نجي. سو شوف الارقام هذه كلها مبعلها، شي 420 شي 550 شي 700، طبعا هذه كلها اف واي بالميجا باسكال، يعني جريدز انا احكي جريدز يعني جي 60 فما فوق 420، وهذا جي 60 يعني يتحمل الاف واي مالته 60 كي اس اي كيلو باور بير سكوير انج واكثر من عنده. جي 70 والجي 100 وما اعرف ايش قد، تشوفون اكو حتى 700 ميجا باسكال. اوكي احنا شو ندور؟ ندور على السايزميك نشوف وين بالنسبه لنا موضوعنا قاعد نتكلم عن الزلازل، فاحنا وين لازم نشتغل. اذا خلينا نجي سبيشال سايزميك سيستم كنا الفئات تي فما فوق. اوكي هذا المن الاستعمال، خلينا نباوع هنا فلكتشرال اكسيال فورس شرينكج اند تمبرتشر. اذا اف واي واف واي تي يعني حديد طولي وعرضي، اذا كان السايزميك زون وذ هاي ريسك لازم نستعمل اف واي مو اكثر من 420. لا يجوز ان نستعمل الحقيقه الاف واي اكثر من هذا، وهذا واضح الان بالسبيشال سايزميك سيستم. طبعا اكو ايضا بعد هذا فلكتشر شير، خلينا نشوف شير، خلينا نجي نقرا سبيشال سايزميك سيستم ايش قد هم 420 كان هو الشير ايضا حتى بال يعني بصراحه التطبيقات العاديه هو 420 مسموح به، يعني هم لازم يصير به يلد. ولكن سؤال ممكن ينطرح مهم جدا هو انه احنا ليش نخلي حدود للاف واي؟ ليش الاجهاد الخضوع نخلي له حدود؟ يعني اذا تتذكرون او ما تتذكرون خلي اذكركم الان، خلي اذكركم اخر او لا رقم اربعه avoid high strength steel. ليش قلنا avoid high strength steel؟ تذكرون رسمنا stress strain diagram هذا، وشفنا انه هذا stress strain diagram كل ما الاف واي تزداد، اف واي مثل هاي شفت قبل شوي هنا شفنا 700 ميجا باسكال او 550 ميجا باسكال الى اخره، كل ما يصير بريتل. ما ينطينا هذا الان الالونجيشن الطويل اللي قاعد نشوفه اللي يخلينا ننتقل هنا من اليسار لليمين، وبحيث نحصل مساحه كبيره تحت الكيرف اللي يمثل البيهيفير بين المومنت والروتيشن او المومنت والكيرف الى اخره. فاذا لازم نخلي حدود، مثلا هاي 420، اذا 420 ماكسيموم، حتى هذا ممكن عفوا ممكن يعطينا elongation استطالة طويلة قبل ما يصير بي buckling أو ينقطع إلى آخره. إذا فهمني هذا إحنا قبل شوية كان ضروري إنه نستعرض هذه المفاهيم أو المبادئ سميناها أو objectives أهداف فلسفة التصميم حتى نفهم الكود ليش خال هذه الفقرات. والآن إحنا قاعد نتكلم عن الفقرة الخاصة بالليمت مال الأف واي مال الحديد، الحد المسموح به لأف واي الحديد. زين اذا لهذا الكود رجعنا الى هذه الفقره، كنا احنا في شابتر 18 والكود رجعنا الى هذه الفقره حتى يبين لنا انه
الحديد أيضا له limits مثل ما الكونكريت، بس كان بالكونكريت minimum of prime C وفي الحديد maximum of Y. هذا 1824 إذا احنا ما ناسين، و 1825 و 1826 هو خاص بمن؟ بال special moment frame، يعني خاص بال SDC D و E و F. زين، ايش عندنا بعد؟ عندنا فقرات ايضا اللي هي لها علاقة بال special moment frame او ال SDC D فما فوق. 18.27 شوي امر عليها مرور سريع لانه الحق الوقت لا يسع ندخل بتفصيلها، مثل هاي الميكانيكال سبلايسز، واحدة من المشاكل بالزلازل هو اللاب سبلايس، او يعني دائما حق يصير عندنا يعني فشل بمناطق اللاب سبلايس. راح نشوف هسه بالديتيلينج شلون الكود يعتني كثيرا بهذه المنطقه. خليني ابين بدرسم مبسط ليش يصير اكو مشكله باللاب سبلايس. لو تخيلنا هسه مثلا فد بيم بهذا الشكل، واحنا مستعملين حديد بس خالين لاب سبلايس تشي هنا، وخلينا لود الى ان فشل هذا البيم. دائما نلاحظ بالفشل الحقيقه شنو اللي يصير؟ اللي يصير انه عندما ينكسر البيم، اقول هذا البيم فشل بهذا الشكل، عندما ينكسر البيم الستيل يطلع من المكان الكسر. يعني مثلا خلينا نقول هنا الكونكريت راح يتكسر والستيل يفشل بمنطقه اللاب سبلايس، والحديده هذه اللي كانت مربوطه بالحديده اللي بسيامه او شيء طريقه اخرى راح تطلع هيك، وهاي الحديده تطلع هيك بهالشكل. اصلا جزئيه تدفع الكبر وتشجع على الفشل يصير سريع. اذا دائما اللاب سبلايس مشكله في الابنيه اللي تقاوم الزلازل. هسه هنا ودي اتكلم عن هذا، راح نجي نحكي على اللاب سبلايس وكذا اماكنها بالديتيل، لكن ودي احكي على الميكانيكال سبلايسز لهذا الـ SDC D و E و F. الميكانيكال اللي هي تيجي تربط بار شيش بشيش، يعني ممكن هسا حقا بالإنترنت ندور نشوف شكل الميكانيكال حتى يمكن شوية مو هالقد شائعة عندنا في العراق الميكانيكال لاب سبلايسز، لكن خليني أراويكم بعض الأشكال اللي هي تيجي تربط الشياش بهالشكل. يعني واحد مثل هاي اللي نشوفون هذه الصورة، يعني تربط نهاية شيش بنهاية شيش، ويمكن الربط يكون عن طريق يعني مثلا براغي أو غيرها، وتوضع لكم طرق مختلفة لهذه الميكانيكال سبلايسز. يمكن هذه شوية أوضح الصورة، نعم هذه تبين أنه عن طريق براغي. نعم، فالكود يعني باختصار شو يقول بهاي الفقرة؟ يقول أنت من تجي تختار ميكانيكال لاب سبلايز، وأنت أكيد بهاي المنطقة الهاي ريسك راح تروح إلى هذه حتى تحقق ارتباط أحسن. من نعرف اللاب سبلايز العادي يعتمد على احتكاك بين شيش وشيش، واللي كم سيم كم كذا يعني بين مشاكل، أكيد راح نفكر بالميكانيكال سبلايز. فهذا الآن الأف واي مالته ما يصير تكون أضعف من الأف واي مال هذا، يعني اللي هذا الجزء الرابط بين الشيشين ما يصير يكون أضعف من الشيش نفسه. ليش؟ لأنه طبعا بالتأكيد راح وين يعني يصير الفشل؟ راح يصير بهذه التوصيلات بين الشياش أو بالأماكن السبلايسز، أماكن الميكانيكال سبلايز. هذا باختصار يعني اللي يريد يقول الكود احنا نتكلم عنه بإيجاز حتى نعرف أنه يعني حتى هذه الأشياء الكود شوفوا فقرات كثيرة طبعاً، وعلى الويلدد واللحيم وما أعرف إيش يتكلم عنها الكود. إذن عفواً 18.2 إذن 7 هي خاصة بالسبلايسز، وكنا خاصة بمن؟ خاصة بال اللي هي السبيشال مومنت فريم اللي نستعملها بال SDC D و E و F. انتهت إذن الفقرات اللي هي عامة، وراح يبدي الكود يتكلم عن شنو معنى ordinary moment frame، وشنو معنى intermediate، وشنو معنى يعني شلون يتحول الفريم من فريم كونكريتي سلاب وبيم وقلم الى اسمه ordinary moment frame، او يتحول الى اسمه intermediate moment frame. هذا راح اتركه الى المحاضره التاليه، وناخذ استراحه حتى ايضا ليصير الموضوع ممل بالنسبه لكم.